نبدأ بأول أسئلة هذه الحلقة. فضيلة الشيخ راشد يقول: تقول عندما تصبر الحامل على الحمل وتبعاته من وحم وآلام ومخاض وغيره، لكنها تتوجع مرغمة وتشتكي لمن يعرف بذلك من طبيبة ونساء، هل يعد ذلك من الصبر الناقص أو يؤثر على أجرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بخير جميعا، وأن يجعلنا من أهل الخير، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجعل عواقب أمورنا كلها إلى خير، كما سأله جل وعلا أن يزيدني وإياكم علما وعملا ورشادا وتوفيقا وسدادا وسعة في أمري الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. أخي فيصل، لا شك أن المسلم مامور بالصبر على المصائب والأمراض والأقدار، وهو يعني لا يلام فيما لا يخرج عن طاقته. أخي فيصل، بمعنى أن المرأة الحامل اليوم لا شك أنها إذا حملت في بطنها ذلك جن على خير، وفي صبرها أجر عظيم. فما دام أن ذلك الشكوى لأجل التداوي أو بالقدر الذي لا يخرج عن التشكي في عن قضاء الله عز وجل وما قسمه الله عز وجل لها، فإنها على خير، ولا ينافي ذلك الصبر بحال. الذي مأمور به المؤمن أن يصبر، لكن صبره ذلك إذا خرج إلى طور التشكي والاعتراض على ما قسمه الله عز وجل وقدر، فإن ذلك منهي عنه. لكن إذا كان الشكوى لأجل من بيده سبب من الأسباب التي جعلها المولى عز وجل سببا لتخفيف ذلك الألم أو ذلك القدر، لا شك أن ذلك لا ينافي الصبر. بمعنى أخي فيصل، اليوم المسلم إذا أصيب بمرض وذهب إلى الطبيب وبين له أعراضه وآلامه، هل ذلك ينافي الصبر؟ لا، أبدا لا ينافي الصبر. الذي ينافي الصبر هو الشكوى والتضجر الذي يصل إلى القدر الذي يكون به الاعتراض على ما قدر الله عز وجل، وهي على خير. ولا شك أن المرأة الحامل إذا حملت في أحشائها جنينا واحتسبت على الله الأجر والثواب في أن تحمل هذا الجنين الذي سيخرج إلى هذه الدنيا وسيكون عابدا لله عز وجل، نفسا منفوسة توحد الله عز وجل وتعبده، لا شك أنها على خير وإلى خير بإذن الله عز وجل. فنسأل الله أن يخفف عنا وعنها، وأن يكون ذلك جن قرة عين لها، وأن ترى فيه ما يسرها في أمر الدنيا والآخرة. اللهم آمين.